إذا ولدك عنده حكة وبقع وقشور في الجلد، لا تقولي يا سلامة عادي حساسية. ترى مو بدايماً الحساسية شيء عادي، فهذه ممكن تكون إكزيما. واسم إكزيما الصراحة بروحها مزعج. وللعلم أن الإكزيما تصيب بين 5 و20% من الأطفال حول العالم. 85% من المرضى يصابون بالإكزيما قبل سن 5، ولكن الحمد لله الإكزيما تختفي قبل سن 12 في 60% من الحالات. إذا ولدك مصاب بالإكزيما، اتأكدي أن الجو في البيت ما يكون جاف، وخلي الحرارة دائما معتدلة، وخففي بعد من العطورات والبخور في البيت، واختاري للولد الملابس القطنية، والألعاب أفضلها تكون بدون شعر أو فرو، والأحسن نخلي الحيوانات الأليفة بعيدة عنه. خلال الاستحمام لا تستخدمين الصابون المعطر، وتأكد أن الماء يكون معتدل، ولا تفركين جسم الولد بالفوطة، فقط التجفيف بلطف، ولا تنسين استعمال مراهم الترطيب مباشرة بعد الاستحمام عشان يبقى جلد الطفل مرطب. وهذه النصيحة للأهل المدخنين، ترى التدخين يؤذي الطفل المصاب بالإكزيما. وعساكم دوم بصحة وسعادة.